عماد النحاس. إذا اتكلمنا عن وزير الدفاع في الجيل السابق السبعينات هنقول حسن حمدي، كابتننا الكبير كابتن حسن حمدي. وإذا اتكلمنا عن وزير الدفاع الجديد في جيل الانتصارات وجيل البطولات طبعا هيجي في دماغنا على طول عماد النحاس. عماد النحاس الرجولة، الجدعنة، الشهامة، تحمل المسؤولية، حاجة كده يعني من الجيل يعني حمل راية النادي الأهلي في حقبة زمنية رائعة مع طبعا جيل كبير كان بيضم لعيبة كبار، كان هو تحمل مسؤوليته. عماد النحاس واحنا قاعدين على البنش مش ناعيين هم حاجة، حد مدرب جوه الملعب، قائد جوه الملعب، عارف واجباته تماما، مش محتاج توجيه من على الخطوط، هو حافظ شغله. حاجة كبيرة جدا 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 طبعا عاصرته كأحد أفراد الجهاز الفني في النادي الأهلي في الفترة الذهبية، وكان مصدر ثقة ومصدر اطمئنان وأمان لكل المدافعين. تقدمه بحساب وعارف فترات المباراة ايه اللي المفروض هو يقوم بيه لنفسه وللمجموعة. يعني فعلا ده بان عليه قوي لما اشتغل في التدريب، ليه نجاحات كبيرة وليه شكل وليه طريقة لعب واسلوب لعب زي ما كان لاعب. كمان لما بقى مدرب عنده نفس الاسلوب وعنده نفس القيادة وعنده نفس استراتيجيات لعب زي ما كان في استراتيجيات اللعب وهو بيلعب، كمان لما كان مدرب عظيم ومدرب كبير وحقق نجاحات كتير جدا جدا جدا. بتمنى له التوفيق، وانا سعيد النهارده جدا ان بتكلم عنه، ان بتكلم عن شخصية محببة جدا لقلبي. طبعا بقول له طالع لك خليفة في قطاع الناشئين، عبد الرحمن هذا الشاب من ذاك الولد بيبو، طبعا اسم الشهرة بتاع عبد الرحمن، ربنا يخليه لك وان شاء الله نشوفه كده بذرة كده جميلة منك. منالك التوفيق، وسعيد ان انا بتكلم عليك النهارده.